اول وصفه هبتدي بلسان عصفور بس مختلف عن اللي احنا متعودين عليه، هعمله بالخضار والكريمه، طعمه حلو جدا كطبق جانبي جنب اي وصفه. المقادير بتاعتي: كوبايتين لسان عصفور، بصلايه كبيره مفرومه، ثوم، فلفل حراق، فلفل الوان مكعبات صغيره، سبانخ حوالي نقول نص كيس سبانخ هعصرها كويس، كوبايه كريمه، موتزاريلا، زعتر وبابريكا وبهارات، وطبعا ملح الفلفل. اول حاجه هحط شويه سمنه وابتدي اشوح البصله، اخليها تسخن. هذه البصله والثوم والفلفل الحراق، هما دول اللي انا عايزاهم يصفروا ويقعدوا على النار فترة أطول شوية من الباقي. الخضار الباقية مجرد تشويحة بسيطة، ولأن هو ده في الآخر هيبقى طاجن ويخش الفرن، بس البصل عايزة أطلع السكر اللي فيه وعايزة أخلي ريحة التوم حلوة معايا أهو، مجرد يصفر وريحته تطلع كويس. خدوا بالكم اللي هو لسه هيكمل مع بقية الحاجات. بصوا اهو، هاجي لسان العصفور هقلبه معاه. انا مش عايزة لسان العصفور يبقى لونه بني او لونه غامق، لا خالص، هي مجرد اشوحه شوية صغيرين. هحط مع السمنة بقى شوية زيت علشان اشوح كويس، وهبتدي احط التوابل وهو بيتشوح. هحط الفلفل الاسود وهحط بابريكا زعتر وخلطة البهارات المشكلة. تاني انا مش عايزاه يغمق، لا انا عايزه لونه يبقى فاتح، مجرد بس يشكشك على النار معايا، لان اصلا اوريدي التوابل بتغمقه وكل الحاجات اللي انا حطها له دي هتخلي لونه متوسط، فمش عايزاه يبقى غامق. هاجي بقى اعمل ايه، هروح حاطه الفلفل الالوان، اجي احمر واخضر السبانخ. هي الحاجه الوحيده اللي مش هقلبها معاهم، ليه؟ علشان انا مش عايزه يبقى لونه يضرب كله اخضر، لا انا هوريكم هحطها بعد كده ازاي. بصوا لسان العصفور لسه الحبايه صغيره علشان لما بتستوي بتشرب ميه بتكبر، فعشان كده الخضار باينه اكبر او اكتر من لسان العصفور. هاجي اعمل ايه، هحط الملح، بسم الله الرحمن الرحيم، كوبايه كريمه سخنه وكوبايه ميه سخنه، ممكن او كوبايه ونص ميه. هخليه يغلي كويس، علشان كده انا حطيت الكريمه والميه اهي بقت سخنين علشان ما ياخدش وقت كتير على ما يغلي اهي، وبغطيه يا دوبك يشرب الميه بتاعته، وممكن اخليه يكمل السوا كله في الفرن بعد كده، يعني مش لازم فوق هنا. بس هنعمل ايه، هندهن الطاجن اللي هنحطه فيه علشان ما يلزقش لسان عصفور، زي اي مكرونه ممكن تلزق، فلازم ادهن الطاجن علشان ما يلزقش ويطلع معايا حلو، خصوصا ان انا هحط له على الوش موتزاريلا، فمش عايزه الدنيا ايه تبوظ. خلاص اهو، هاجي كده
الطاسه اجيبها الوك يعني، وادي كبشه. بسم الله الرحمن الرحيم، هروح حاطه الكميه دي. تعمل لي عشان الطاجن رفيع، تعمل لي 2، فهحطها على 2 وهغطيهم بقى بورق زبده وفويل وادخلهم الفرن. بس لسه الاول هحط السبانخ، هوريكم انا هحط السبانخ ازاي. نحطها كده اهو، ما بقلبهاش عشان انا مش عايزه يبقى لونه اخضر. لو قلبت السبانخ فيه هتلاقي ان الميه بتاعته دي بقت خضراء والطاجن كله بقى لونه اخضر. فك كده اهو، وهاجي بقى احط الجبنه الموتزاريلا. بسم الله، لازم يكون متغطي والا مش هيستوي. ما ينفعش ادخله فرن مكشوف، لازم اغطيه علشان يستوي، يا اما اسويه على النار وادخله كده بس على ما الجبن تسيح وتعمل وش، لكن لازم يتغطى علشان ادخله فرن. انا بعمل كده شكل، طبعا انت ممكن تحطي عليها عادي بس كده عشان يبقى الحاجة شكلها حلو بس، وبغطيه وبدخله الفرن نص ساعة يدوبك على ما لسان العصفور يشرب السوائل ويستوي. بكشفه لغاية اما اتأكد ان الجبنة ساحت تماما وبقدمه، مش عايزة اقول لكم طعمه بجد حلو جداً.